هل ثمة هدنة سارية في ليبيا اليوم؟ فمنذ الاتفاق عليها في 12 من يناير الماضي لم تتوقف ميليشيات حفتر يوماً عن خرقها في محور من محاور القتال أو إطلاق القذائف العشوائية وصواريخ الجراد على أحياء متفرقة من العاصمة. وبينما يتحدث المبعوث الأممي غسان سلامة عن مضيه في المسارات الثلاثة وأنه قلق مع الليبيين الذين قال إنهم طلبوه بعدم إضاعة الوقت أمام الحل السياسي، تشن ميليشيات حفتر هجوما واسعا في محاور العزيزية والرملة والطويشة وعنزارة في محاولة منها لمباغتة قوات الوفاق وإحراز تقدمات جديدة على الأرض، غير أن شيئا من هذا لم يتحقق، بل إنها أجبرت على التراجع بعد اشتباكات جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى جانب تدمير عدد من الآليات التابعة لهم وفق ما صرح به قادة عسكريون لليبيا الأحرار. ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من استهداف العاصمة طرابلس بأكثر من 60 صاروخا طال عدة مناطق من بينها سوق الجمعة والهضبة وبوسليم والإغرارات وشرفة الملاحة وغيرها، وتسبب في إصابات بين المدنيين إلى جانب تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة. وأمام هذه المعطيات يبقى السؤال هنا عن أي مسارات يتحدث سلامة عن المضي فيها في ظل الخروقات المستمرة لميليشيات حفتر وعدم التزامه بقرارات مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، فضلا عن أن هذه الخروقات لم تلقى الإدانة اللازمة حتى الآن، بل إنها تنسب لمجهول في أحيان كثيرة.